بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نتابع معكم أبنائي سلسلة الدروس المقدمة عن بعد، واليوم إن شاء الله سنتناول درسا في التربية الإسلامية وهو سورة الانشقاق. قبل أن نبدأ في تلاوة السورة لا بأس أن أسألكم سؤال. أبنائي الأعزاء، من منكم يعدد لي أركان الإيمان؟ إذن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. إذن نعود إلى الإيمان باليوم الآخر، من الذي أخبرنا عن أهوال هذا اليوم وعن مظاهره؟ الجواب أكيد واضح، إذن الذي أخبرنا بذلك هو القرآن الكريم ومعه السنة النبوية الشريفة. تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث نبوي شريف عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يرى يوم القيامة رأي العين فعليه أن يقرأ سورة التكوير إذا الشمس كورت، وسورة الانفطار إذا السماء انفطرت، وسورة الانشقاق إذا السماء انشقت. اليوم إن شاء الله أبنائي الأعزاء معنا سورة الانشقاق، إذا استمعوا إلى ترتيل لهذه الآيات الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. إذن أبنائي الأعزاء، بعد أن سمعنا إلى التلاوة العطرة لهذه الآيات، إذن أبنائي الأعزاء بما استفتح الله تعالى هذه الآيات؟ أكيد أن الله تعالى ذكرنا ببعض مظاهر يوم القيامة. إذن أول مظهر ذكره الله تعالى هو انشقاق السماء، إذا السماء انشقت. إذن انشقاق السماء هو تصدعها، وإذا وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت. إذن المظهر الثاني أن تمد الأرض وتبسط، فيدك الله تعالى الجبال دكا، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ثم تخرج هذه الأرض ما فيها، تخرج ما فيها من أموات، وعلقت ما فيها وتخلت، وكل هذا ليس بأمرها بل بإذن الله تعالى. إذا ما الذي نستنتجه من هذه الآيات أبنائي الأعزاء؟ إذا أول استنتاج أن الله تعالى ذكرنا بأهوال القيامة والتغيرات التي تحدث على الكون. إذا أول استنتاج ما ترشد
إليه أصل. إذا أول استنتاج، إذا التفكير، التفكير بأهوال يوم القيامة والتغيرات التي تحدث في الأرض. بعدها أبنائي الأعزاء، ذكر الله تعالى أنها أن في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يحاسب الإنسان وتتطاير الصحف. أين نجد هذا الكلام؟ إذا هذا الكلام فنجده في هذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان ستعمل في الدنيا وتجتهد وتكدح، فمنكم من يعمل صالحا ويتذكر الآخرة، ومنكم من يعمل سيئا وينكر الآخرة. فإذا تطايرت الصحف أبنائي الأعزاء، فإذا تطايرت الصحف كل سيلقى جزاءه. إذا لاحظوا معي أبنائي الأعزاء، فأما من أوتي في ذلك اليوم، فأما من أوتي كتابه وراء ظهره. عندما تتطاير الصحف، الذي أنكر الحساب والذي أنكر يوم القيامة فإنه سيأخذ كتابه بشماله، فإنه سيأخذ كتابه، والكتاب هو السجل الذي تكتب فيه السيئات والحسنات. لماذا؟ لأنه كذب بيوم الآخر. والصنف الثاني، الصنف الثاني الذي آمن باليوم الآخر وعمل لأجل الآخرة ولم ينس نصيبه في الدنيا، فهذا الإنسان ما مصيره؟ إذن مصيره أنه سيأخذ كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مبشرا: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إذا في هذا الجزء من الآيات أكد الله تعالى لنا أن الناس صنفان. إذا يوم القيامة أو يوم القيامة الناس صنفان: صنف مؤمن بيوم القيامة أو باليوم الآخر، صنف مؤمن باليوم الآخر، وصنف آخر مكذب، لا، وصنف آخر مكذب له. إذا هذا الإنسان الذي كذب باليوم الآخر، أقسم الله تعالى أن هذا اليوم يوم حق، فبما قسم الله تعالى في هذه الآيات؟ إذا أقسم الله تعالى بهذه الآيات: فلا أقسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تعلو السماء وقت الغروب، والليل وما وسع. عندما يأتي الليل تجتمع كل الحيوانات تذهب إلى مجيئها، وكذلك الإنسان. والقمر عندما يكون كاملا كالبيض. إذا الرسول الله تعالى أقسم بهذه، ولا يقسم الله تعالى إلا لعظيم. إذا لتركبن طبقا عن طبق، سيتحول الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة في الدنيا. فكما أنه يرى هذه المراحل، فإنه أكيد سيتحول إلى المراحل الأخرى التي يكذب بها، وهي مرحلة البعث ومرحلة الحشر ومرحلة الحساب. هذا الذي يكذب بآيات الله تعالى، لماذا يكذب بها؟ لأن الله طبع على قلبه. فإن عندما يستمع إلى القرآن الكريم فهو لا ينصت إليه، لأن الله ختم على قلبه. والدليل هنا أبنائي الأعزاء: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ختم الله على قلوب الكافرين فهم لا يستمعون إلى القرآن الكريم، بل الذين كفروا يكذبون.
يكذبون والله أعلم بما يكون. يعلم الله تعالى ما في قلوبهم من إنكار ومن تكبر على آيات الله تعالى. إذا الجزاء من جنس العمل أبنائي، فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين كذبوا كيف سيكون مصيرهم؟ أشك وأكيد أن مصيرهم العذاب الأليم. فيما يتمثل هذا العذاب الأليم؟ إذا فيما يتمثل هذا العذاب الأليم؟ إذا يتمثل هذا العذاب الأليم هو جهنم وعذاب مقيم. والذين آمنوا واعترفوا بالله تعالى واعترفوا باليوم الآخر وعملوا لأجل ذلك وقدموا الأسباب من أعمال صالحة، ما جزاؤهم؟ إذا جزاؤهم أبنائزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذا رابعا الجزاء من جنس العمل، فمن عمل صالحا له أجر عظيم. الجزاء من جنس العمل، إذا الجزاء من جنس العمل. إذا رابعا الجزاء من جنس العمل، فمن عمل صالحا له الثواب العظيم. له الثواب، فمن عمل صالحا فله الثواب العظيم. فمن عمل صالحا فله الثواب، فله الثواب العظيم. ومن أنكر وكذب، فعليه العذاب المقيم والأليم. إذا نعيد أبناءنا، نحصي ما أرشدت إليه هذه الصورة. إذا في أوائل الصورة ذكرنا الله تعالى، بسم الله. إذا لا بأس أبنائي الأعزاء أن نذكر بما ترشده إليه هذه الصورة. إذا ذكرتنا هذه الصورة بأهوال يوم القيامة، وذكرتنا أيضا أن في يوم القيامة هناك صنفان من الناس، صنف آمن بوجود هذا اليوم وصنف آخر كذب به. وطبعا المقصد الثالث أن الله تعالى ختم على قلوب الذين كفروا، فهم لا يستمعون إلى القرآن ولا يتدبرونه. أما المقصد الرابع فالجزاء من جنس العمل، فمن عمل صالحا فله الثواب العظيم، ومن أنكر وكذب فعليه العذاب المقيم والأليم. إذا أبنائي الأعزاء لا بأس، اليوم سننتقل إلى الشطر الثاني من الدرس، وهو درس في أحكام الترتيب. وفي أحكام الترتيب أبنائي الأعزاء سنركز على حكماً على إلى أحكام الترتيب. واليوم إن شاء الله سنتعرف على حكم من أحكام الساكنة والتنوين، وهو الإخفاء. إذا ما هو الإخفاء؟ الإخفاء. إذا أبنائي الأعزاء الإخفاء هو النطق، إذا الإخفاء هو النطق بالحرف، بصفة بين الإظهار والإدغام، بصفة بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإدغام مع إبقاء غنة، طبعا وهي خاصة بأحكام كما قلنا أبنائي الأعزاء، أحكام النون الساكنة والتنوين. إذا أبنائي الأعزاء سنصل إلى الحروف التي حقها الإخفاء. إذا الحروف، إذا واحد الإخفاء، اثنين الحروف التي يلحقها الإخفاء بعد الحروف التي يلحقها الإخفاء بعد النون الساكنة والتنوين.
وإذا نجمعوا أبناء النساء نجمعوا جماعة العلماء في 15 حرفا خاصة بالإخفاء، جمعها العلماء في بيت شعري حتى يسهل علينا حفظه. إذا هذا البيت الشعري هو كالآتي: صف ذا ثنا. إذا صف ذا ثنا، كم جاد شخص صف ذا ثنا؟ كم جاد؟ كم جاد شخص قد سما؟ هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: دم، دم طيبا، دم طيبا. زد في تقن، زد في تقن. ضع ظالما، ضاع ظالما. إذا لم يعز طبعا نؤكد أبنائي الإعزاء أن بداية كل كلمة تعتبر حرفا من الحروف التي تلحق النون الساكنة، التي تأتي بعد النون الساكنة وبعد التنوين، وهو عددها 15 حرف. إذا لاحظوا معي كلمة الصاد، صاد. إذا حرف الصاد حرف الذال، إذا حرف الثاء، الكاف، الجيم، إذا الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، والضاء. إذا أبنائي الأعزاء هذه الحروف إذا جاءت بعد النون الساكنة وجاءت بعد التنوين، والتنوين أبنائي الأعزاء هو كما تعلمون هو عبارة عن نون ساكنة، وعبارة عن نون ساكنة. إذا في الحالة هذه أبنائي الأعزاء تخفى النون. كيف تخفى النون؟ إذا تخفى النون ويبقى ما يدل عليها من غنة، والغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم، الذي يخرج من الخيشوم، وسنعرف ذلك من خلال الآيات، من خلال الآيات التي سنطبقها. إذا تعالوا معي أبناء الإعزاء إلى أول آية قرأناها في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت. إذا نكتبها، إذا أول آية، إذا السماء انشقت. إذا أبنائي الأعزاء تأملوا معي هذه الكلمة انشقت، إذا أين هي النون الساكنة؟ ها هي. ما هو الحرف الذي جاء بعدها؟ إذا حرف الشين، وهو هنا ها هو من الحروف 15 التي تأتي بعد النون الساكنة فتخفى. إذا هنا سأطبق الإخفاء، لأنني أخفي النون وأترك ما يدل عليه، وما يدل عليه الغنة. كيف نعرف الغنة؟ كما قلنا هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم. إذا الغنة كما قلنا ماذا عندما نقرأ؟ إذا السماء انشقت. لو أبنائي الإعزاء وضعنا أيدينا أو أصابعنا على أنفنا فإن الغنة لا تخرج. لاحظوا معي، إذا لا يمكنني أن أنطق النون، هنا الغنة لا تخرج. إذا لاحظوا معي، إذا السماء انشقت، إذا النون هنا أخفيت بعد الشين. كذلك أبنائي الإعزاء، إذا هنا أخفيت بعد النون الساكنة، الشين، إذا النون الساكنة أخفيت ونطقنا الشين بعدها. إذا لاحظوا معي الآية الثانية: كدحا فملائه، كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيه. إذا أبناء الإعزاء لاحظوا معي أين توجد هنا، إذا هنا لاحظوا أبناء الإعزاء أين يوجد الإخفاء؟ لا شك أنه جاء بعد التنوين، والتنوين هو عبارة عن عندما ننطقه هو في آخره يكون نونا ساكنة، لأنه نون ساكن. إذا لأنه نون ساكن، إذا لم يعز كيف أنطقه؟ إذا كدحا، إذا ما هو الحرف الذي جاء بعد التنوين؟ هو الفاء، والفاء طبعا من الحروف أبنائي الإعزاء، من الحروف الخمسة عشر التي إذا جاء قبلها النون الساكنة فإنها تخفى. لاحظوا معي: كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيها، كدحا. إذا هناك قلنا كدحا فملاقيه. إذا هنا أبنائي الإعزاء هذا يسمى إخفاء. إذا أبنائي الإعزاء نهاية وأخيرا أبنائي الإعزاء، وأنتم نستغل الفرصة لأقدم لكم بعض التوجيهات
وأنتم الآن ونحن في هذه الأيام العويصة التي طبعا تنال الله بها، طبعا أبنائي الأعزاء أطلب منكم أن تكثروا من قراءة القرآن وأن تتدربوا على الإخفاء، تكثروا من قراءة القرآن الكريم، فإن لقراءة القرآن الكريم فضل عظيم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذا القرآن أبنائي الأعزاء يشفي الصدور ويشفي كذلك الأجسام، إذا الذي يريد أن يرتقي بروحه يرتقي بروحه فعليه أن يقرأ القرآن. واعلموا أبنائي الأعزاء أن كذلك من قرأ القرآن أو من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه البخاري. أبنائي الأعزاء، رأينا في آخر سورة الشفاء أن الله تعالى قال: إلا الذين قال فبشروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذا الإيمان يتحقق بشطرين: الشطر الأول أننا نصبر على هذا الابتلاء، وأننا نحتسب أن ما جاء من الله تعالى فهو نقبله بصدور رحبا أننا مسلمين. والشطر الثاني هو الجانب السلوكي. كيف يتأتى الجانب السلوكي؟ أولا أن نحترم تعاليم من يرشدنا إلى تخطي هذه المرحلة بتنظيف أيدينا أبنائي الأعزاء، بوضع الكمامات، بأن لا نخرج وأن لا نعصي، أن لا نعصي من ينصحنا ويرشدنا من ولاة الأمر. إذا أن لا نخرج إلى البيوت، إذا أبنائي الأعزاء هذا يعتبر سلوك، والسلوك يعتبر كذلك من الإيمان. إذا وأن نستغل الفرصة للمراجعة أبنائي الأعزاء، لممارسة الرياضة داخل البيت، أن نتواصل مع أسرتنا، وكذلك أبنائي الأعزاء أن نكثر من تلاوة القرآن، فهو المخرج وهو النجاح لمن يريد النجاح. أخيرا أبنائي الأعزاء، إذا ها قد وصلت إلى نهاية الدرس، إذا أرجو أنكم قد استفدتم مما قدمناه في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.